في قداس إلهي مهيب منح غبطة البطريرك بيربتي سابت سابالا في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا. الرسامة الشماسية الإنجيلية للشدياق باسل حنا برانسي بحضور عدد من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات وحشد كبير من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ليس إلا الحب يملأ قلب الإنسان، هذا هو الشعار الذي اتخذه الشدياق باسل برانسي ابن بلدة الرينة في الجليل. بأجواء ملؤها الفرح احتفلت البطركية اللاتينية بالرسامة الشماسية الإنجيلية الجديدة، حيث ترأس غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا القداس الاحتفالي بمعاونة عدد كبير من الأساقفة الأجلاء وكهنة البطركية اللاتينية وكهنة مختلف الكنائس وكهنة الجليل ورئيس المعهد الإكليريكي وكاهن الرعية والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي، وبحضور عدد كبير من الراهبات وممثلي الكنائس والمؤسسات والكشافة والجوقة التي أحيت القداس وذوي الشماس من الجليل ومشاركة الأمانة العامة للشبيبة الأردن وفلسطين وعدد كبير من المؤمنين. القداسة رتبة الرسامة الشماسية بعد الأسئلة من غبطة البطريرك، حيث استلقى الشماس أرضاً وبكل خشوع وفرح داخلي مع ترتيلة طلبة جميع القديسين. وبعدها دنا الإشبين الأب برنارد بوجي من المرشح وساعده في ارتداء البطرشيل والدلماتيكا، وهو لباس الشماس الإنجيلي الرسمي بحسب الليتورجية اللاتينية، واستلم الكتاب المقدس من غبطة البطريرك ليكون دستور حياته، وبقبلة السلام من غبطته للشماس الجديد باسل، والتي هي دلالة لانضمامه لجماعة الشمامسة الإنجيليين المكرسين لخدمة الهيكل. وعمت الزغاريط أرجاء الكنيسة، وعانق الشماس والديه بكل حب وفرح وسلام داخلي. وفي نهاية القداس بارك غبطة البطريرك هذه الرسامة الجديدة، وتم أخذ الصور التذكارية في الكنيسة. وبعد القداس توجه الموكب وعلى وقع عزف الكشاف إلى باحات المعهد الإكليريكي لتقديم التهاني للبطركية اللاتينية والشماس الجديد ولذويه. ليس إلا الحب من يملأ قلب الإنسان، هذا ما أخذته شعارا لإلي في رسامتي الشماسية، لأنه شفت أنه الحب هو اللي بيجعل الإنسان سعيد دائما، لأنه ثمرة الحب هي الفرح، فعشان هيك لازم نضلنا ممتلئين من الفرح. وبحس بأنه الدعوة اللي بيختارها الشخص لأيا كانت بأي اتجاه دون حب هي مش دعوة، فلازم نضلنا دائما ممتلئين من الفرح، والله يخليكم. بشعر بفخر كبير كبير كبير، يعني أنه ابني اليوم وهب حياته لله، اليوم ابني تقريبا صار كاهن، وإن شاء الله يا رب يتمم دعوته ويرتسم ويصير خورة بكل معنى الكلمة. وكثير احنا فخورين فيه انه اسا صار كاهن شماس انجيلي، وان شاء الله ان شاء الله نشوفه احلى كاهن بعد في الرسامه الكهنوتيه، وان شاء الله نشوفه احلى كاهن والكل مبسوطين. وهي نعمه لكل العيله، للبلد، لكل عيلته، لعيلته، لاقاربه، ربنا يوفقه ويحميه. فلتفرح السماء وتتهلل الارض لرسامه شاب جديد
لخدمة هيكل الرب. احنا اليوم فرحتنا كتير كبيرة برسامة شماس من المعهد الإكليريكي باسل حنا برانسي من رعاية الريني. اليوم تأملنا كان عن قلب يسوع المفتوح المطعون، وطعني دليل على محبة يسوع للعالم. ونحن في كنيسة الأرض المقدسة أغنياء، لأنه ربنا هذا القلب المفتوح دائما عم بعطينا حياة جديدة، وعم بعطينا حياة مليئة ووافرة. نشكر الله على جميع نعمه وعطايا، وبنطلب منه أنه دائما يضل يدعو عمل صالحين إلى كرمه، كما دعا التلاميذ الـ12 وتبعوه بمحبة ومجانية كبيرة. ندعو كل الشباب والصبايا اللي بتابعونا على الفضائيات المختلفة، وخاصة نورسات، أنه يذكروا دائما محبة الله في حياتهم، وأنه ما في شيء ممكن إلا مع الله، ما من شيء يعجز الله. وربنا يباركوا دائما، إن شاء الله العطاء يكون دائما وافر في حياتكم، والفرح زي ما هو فرحنا اليوم كبير يكون فرح دائما في حياتكم في بيوتكم. ربنا يحميكم دائما. للنورسات مارلين الحدوة من باحات المعهد الإكليريكي بيت جعله.